بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مرة أخرى إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ إي كومبخوندر. إذا طبعا كنا قد وصلنا فيما سبق إلى هذه الفقرة، ثم نكمل مع ما تبقى من هذه الصفحة. إذا نأخذ أولا الجملة الأولى: بابا نابا دو بارب. دو بارب، بابا نابا دو بارب. طبعا نحذف هاد نابا، في الحقيقة كانت عندنا هنا ن كان عندنا واحد هنا، ولكن أفواغ كما تنشوفو كاين عندنا اون فويال، هذا الصرف ديال أفواغ كاين عندنا هنا اون فويال، عطانا هاد لا فويال، عطانا هاد صوتي. حتى لا نقول نو أق غتجي ثقيلة في الكلام. إذا طبعا ملي القاعدة المعروفة، ملي تتلاقاو دو فويال بين جوج كلمات، عندنا هنا كلمة وعندنا هنا كلمة، نحذف لا فويال الأخير من الكلمة الأولى، ثم نضع أبوستروف كما نلاحظ. إذا فنقول نابا بدل أن نقول نو أبا. نو أبا في الحقيقة كاين عندنا واحد أ ديال نو، ديال نو. إذا طبعا غنحذفو هاد نو با، أش غتولي عندنا؟ أش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا بابا أ إن بارب، أ إن بارب. طبعا في لانيغاسيون تتولي عندنا دو، بابا أ إن بارب كما رأينا فيما سبق. فوالا سي لا بارب، سي لا بارب. إذا أبي عنده لحية، بابا أ إن بارب، أبي عنده لحية. طبعا نتكلم عن أفوار بعد منه اسم لا بارب، إذا يفيد الملكية. إذا بابا أ إن بارب، أبي عنده لحية. ولكن هنا اش عملنا؟ مشينا لهاد الفعل ودرنا له نو با، درنا له النفي. شطانا عطانا بابا نابا دو بارب، ابي ليست له لحيه. بابا نابا دو بارب. ممكن نقول بابا نابا اون بارب، بابا نابا دو بارب. اذا ابي ليست له لحيه. ثم لا دوزيام فراز كما لو voyons، اون دون لا بيب، دون لا بيب إلو طابا أ بابا. طبعا نفهم الجملة، ولكن علينا أن نحذرها طبعا، لأن التدخين مضر بالصحة. إذا نقول هنا دون، دون هذا لوفار دوني، ولكن فاش مصرف؟ مصرف في الأمر. إذا لوفار دوني إي كونجيكي أ لامبيراتيف، لوفار دوني إي كونجيكي الامبيراتيف. إذا فعل أعطى مصرف في الأمر، إذا نقول دون أعطي. لا بيب، لا بيب، نتكلم عن أداة التدخين التي رأينا فيما سبق. أداة التدخين تسمى لا بيب كما نرى هنا. فوالا سي لا بيب، سي لا بيب. إذا عندنا هنا دون لا بيب، اعطي. بالدارجة المغربية نقول سبسي، اعطي سبسي. اي لو طابا والتبغ. اذا ديك المواد اللي تتستعمل في السبسي تسمى لو طابا. ابابا الى الاب، الى الاب او الى ابي. اذا اعطي سبسي وطابا الاب او لابي. اذا دون لا بيب اي لو طابا à papa. Donne la pipe et le tabac. Et le tabac. طبعا تسمى تتقراش. Et le tabac. À papa. Il a l'ab. Après on a Rémi n'a pas pu lire. Rémi n'a pas pu lire. Et dans Rémi n'a pas pu. Et là, on a la négation.
الى حيدنا الى حذفنا ن با غتبقى عندنا غيمي ا بي. اذا شنو المقصود هنا؟ شنو مقصود هذا الكلام؟ هاد بي شنو هي؟ هاد بي شنو هي؟ هذا عرفناه، هذا لا فيغ افواغ مصرف في البريزون، نقول جي تيا إل ا غيمي ا. اذا هاد بي هذا سي لو فيرب بوفوار، سي لو فيرب بوفوار. اذا سي لو فيرب بوفوار، بوفوار هذا فعل استطاع او امكن. طبعا لو بارتيسيباس الخاص به هو بي كما عندنا هنا غيمي ا بي، يعني ان غيمي استطاع. طبعا غنحذفوا هاد لا نيغاسيون، غتولي عندنا غيمي ا بي. اذا غيمي انه استطاع، استطاع ماذا؟ ليغ القراءة. إذا غيمي استطاع، غيمي استطاع، استطاع في الماضي عندنا لو فيغ بوفوار، خدينا منه لو بارتيسيباس الخاص به، وضعنا قبل منه، قبل منه وضعنا افواغ لوكسيليغ افواغ. إذا حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل بوفوار. إذا ولات عندنا غيمي ا بي، غيمي أنه استطاع ليغ القراءة. إلا زدنا هاد لا نيغاسيون اش غتولي؟ غيمي نا با بي، غيمي نا با بي ليغ، يعني أن غيمي لم يستطع، غيمي لم يستطع ليغ القراءة. إذا غيمي ما استطعش يقرا، غيمي ما استطعش في الماضي، ما استطعش في الماضي، لأن راه عندنا هنا أفواغ مع لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بوفوار. إذا طبعا نتكلم على الماضي ديال بوفوار. إذا غيمي نا با بي، غيمي لم يستطع ليغ القراءة. أو غيمي، أو غيمي، أهين يا غيمي. إذا عليك أن تستطيع القراءة، عليك أن تتعلم القراءة يا غيمي. ثم أتي في لا بيت سور لو مور، أتي في لا بيت سور لو مور، هل أنت رأيت أو هل أنت رأيتي؟ طبعا في الأصل، في الأصل شنو عندنا هنا؟ في الأصل عندنا تيا في، شوفنا في الأصل عندنا تيا في. هاد في شناهي؟ هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فواغ، الخاص بفعل فواغ. إذا تجي منو هاد في؟ إذا ممكن أنني أقول جي في أنا رأيت، تيا في أنت رأيت. أما إذا قلت جو فوا أنا أرى الآن، أنا الآن أرى، جو فوا تي فوا إل فوا نو فويو فو فويي إل فوا إل فوا. هذا الصرف ديال الفعل، هذا سي لا كونجيغيزون دي فيغ فواغ أو بخيزون، هذا الصرف ديال الفعل فواغ في البخيزون. لكن اللي عندنا هنا خدينا لو بارتيسيباسي وضعنا قبل منه لوكسيليغ افواغ، اذا صبح عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فواغ، لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فواغ. اذا نقول جي في، تي افي، إل افي، نو زافون في، فو زافي في، الى اخره. اذا طبعا تبقى عندنا هاد في نفسها، ثم نصرف لو فيرب افواغ، لو فيرب افواغ في البريزون، فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فواغ، الخاص بفعل فواغ. هنا كما قلنا عندنا فواغ، لكن مادام انه سؤال، مادام انه سؤال، ممكن انني اقول تي افي لا بيت سور لو مور، لا بيت سور لو مور، هل انت رايت او هل انت رايت لا بيت يعني الحشره سور لو مور على الجدار، هل انت رايت الحشره، وممكن تعني الحيوانات او الدواب.
هاد كلمة لا بيت. إذن تي افي لا بيت سور لو مور، هل أنت رأيت الحشرة على الحائط أو على الجدار؟ بنفس الطريقة كما رأينا في الفقرة السابقة، تي ابيت لا، هل أنت تسكن هنا؟ إذا الجملة عادية فقط أضفنا هاد لو بوان دانتيروغاسيون. لكن هنا طبعا ما عدناش تي هي الأولى، قلبناها مع لوكسيليير. لوكسيليير سبق هو الأول، ثم عاد جات هاد تي، ما عدناش تي افي. إذا هذه طريقة أخرى لطرح السؤال، نقول أتي في لا بيت سور لو مور، هل أنت رأيت الحشرة أو الحيوان بمعنى آخر سور لو مور على الجدار؟ بنفس الطريقة ممكن نقول هذا هنا، فقط هنا عدنا لو فيرب أبيتي في البريزون، ماشي بحال هنا، هنا راه عدنا لو فيرب فواغ في الباسي كومبوزي. وملي تيكون عندنا لو باسي كومبوزي خاصنا نعرفوا بان تيتزاد لينا لوكسيليير، بحال هنا عندنا لوكسيليير افوار. فاش تنبغي نوضعوا السؤال بالطريقه تيتقلب لو سوجي يعني الفاعل، يعني انت هو اللي شفتي او انت هي اللي شفتي، اذا انت راك فاعل، انت اللي قمتي بهاد النظر، اذا هاد تي راها فاعل، سي لو سوجي، هذا هو الفاعل. هاد تي اللي هي ضمير واللي هنا جات في محل الفاعل تنقلبوها مع هاد لوكسيليير. إذن تنوضعو لوكسيليير هو الأول، عاد تنديرو هاد تي اللي هي الفاعل في محل الفاعل. هنا طبعا عندنا لو فيرب أبيتي بوحدو، علاش؟ لأنه في البخيزون، وفي البخيزون ما تيكونش عندنا لوكسيليير، وفي البخيزون ما تيكونش عندنا لوكسيليير، هو لامبارفي وكاين أزمنة أخرى غنشوفوها. إذن ملي ما تيكونش عندنا لوكسيليير، إلا بغينا نوضعو شي سؤال بنفس الطريقة اللي عندنا هنا، تنقلبو لو سوجي مع الفعل مباشرة، نقول أبيتي لا، أبيتي لا، هل أنت تسكن هنا؟ إذا ممكن نقلبو الفعل مع الفاعل، إذا نقول أبيتي لا، علاش؟ لأن ما كاينش عندنا لوكسيليير. أما لو كانت عندنا هنا تي ابيتي لا، كما راينا في الفقره السابقه تي ابيتي لا، انت سكنت هنا، اذا طبعا هنا في السؤال نقول اتي ابيتي لا، هل انت سكنت هنا؟ اذا فلنفهم الفرق بين الحالتين. اذا عندنا هنا اتي في لا بيت سور لو مور، هل انت رايت الحشره فوق الجدار؟ ثم عندنا مينا لاف لا روب دو بيبي، مينا لاف لا روب، لا روب دو بيبي، إذا مينا تغسل لا روب يعني الفستان، ولا سي لا روب. إذا مينا لاف لا روب دو بيبي، إذا مينا تغسل بمعنى آخر أنها تتصبن، لا روب دو بيبي، إذا تغسل أو تصبن فستان رضيع. ثم بيبي أبي، بيبي أبي، بيبي غي، بيبي غي، لاحظ هنا بيبي أبي، هاد بي ديالهاش، هاد بي شناهي؟ رأينا فيما سبق غوني أبي، غوني أبي يعني أن غوني شارب. نفس الشيء هنا بيبي أبي يعني أن الرضع شرب. ثم بيبي غي يعني أن بيبي يضحك، يضحك الآن. كما تنشوف راه ما عندناش هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غير، وقبل منه عندنا أوكسيليير، عندنا غي مصرف في البريزون بوحدو. إذن بيبي غي، إذن غوني، إذن الرضع يضحك، يضحك الآن. أما هنا عندنا بيبي أبي يعني أن الرضيع شارب في الماضي. ثم عندنا لا مير أمي بيبي سور لو تابي، لا مير إذا الأم، أمي عندنا هنا لو فيرب ميتر
وكما تنشوفو عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل مسبوق بهاد افواغ، مسبوق بافواغ. اذا حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ماتر. لا مير امي، اذا الام انها وضعت، طبعا ماتر هو وضع. اذا لا مير امي، الام وضعت بيبي سور لو طابي، وضعت الرضيع فوق السجاد. راينا فيما سبق كلمه لو طابي كلمه سجاد، ممكن تعني الزربيه في حالات اخرى. اذا الام وضعت الرضيع فوق سور، ماشي سو، سو تحت. هنا عندنا سور يعني فوق، لو طابي فوق السجاد. طبعا لا نقراها هنا لو طابيس، لو طابيس، بل نقراها لو طابي. هاد اس ما تتنطقش، هكذا الكتابه عندهم. اذا لا مير امي بابي سور لو طابي، اذا الام وضعت الرضيع فوق السجاد. ممكن نقول مثلا لا مير مي، لا مير مي، لا مير مي. طبعا هاد مي، هاد الصيغه ديال لو فيغ ماتر غادا تغير. لا مير مي يعني ان الام تضع، تضع الان. اذا غنصرفو لو فيغ ماتر او بريزون. اذا طبعا لو فيغ ماتر في البريزون ماذا نقول؟ نقول جو مي، تو مي، إل مي، نو ميطون، فو ميطي، إل مات، إل مات. يعني هم يضعون، يضعون الآن. أما هنا عندنا أمي، طبعا الصرف ديال الفعل في لو باسي كومبوزي أنه سهل، فقط يكفينا نعرفو لو بارتيسيباسي. بحال دابا هنا إلا بغينا نصرفو لو فيغ ماتر في الباسي كومبوزي ماذا نقول؟ نقول جامي، تيامي، إل أمي، نوزافون مي، فوزافي مي، إلزون مي. إذا تنصرفو أفواغ تيكون عندنا ديما محفوظ بحكم أنه تيتكرر بكثرة مع الكثير من الأفعال. إذا لو فيغ أفواغ غنكونو حافظينو، وكذلك لو فيغ إتخ في البريزون. إذا طبعا إلا كان الفعل تيتصرف مع إتخ غنوضعو الصرف ديال إتخ، ونوضعو بعد منو لو بارتيسيباسي ديال الفعل اللي تيتطلب يتصرف مع اتر. طبعا غنكونوا عارفين مثلا لو بارتيسيباسي الخاص به. اذا فنحصل على الصرف. بحال دابا هنا عندنا لو فيغ ماتر تنعرفوا بانه تيتصرف مع افواغ. علاش؟ لان الام وضعات شي حاجه اخرى، او وضعات شخص اخر، ماشي هي اللي توضعات. لو كانت الام هي اللي توضعات غنصرفوا اتر هنا. اذا طبعا غنستعملوا اتر هنا في هذه الحاله لان هي اللي توضعات، ولكن هنا الام هي وضعت. اذا طبعا هذا الفعل غيتصرف مع افواغ. افواغ غنكون عارفين الصرف ديالو، وماتر حنا عارفين لو بارتيسيباسي الخاص به، وغنوضعوه بعد الصرف ديال افواغ. وحنا حصلنا وهكذا تنحصلوا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ماتر. اذا لا مير امي بيبي سور لو طابي، اذا الام وضعت الرضيع على السجاد. ثم عندنا غوني دون لا بال ا بيبي، غوني دون لا بال ا بيبي. اذا غوني يعطي لا بال الكره ا بيبي للرضيع. غوني دون بحال تنقولو هنا ايل دون، بين بان لو فيرب دوني مصرف في البريزون، لان لو فيرب دوني كما تنعرفو هكذا تكتب. عندنا دوزين هنا وعندو او اغ. ما معنى عندو او اغ؟ يعني ان لو بارتيسيباسي الخاص به هو دوني، هكذا بسهولة. اذا نقول جي دوني، انا اعطيته. اذا هنا ما عندناش دوني، عندنا دون. اذا هذا لو بريزون. اذا نقول غوني دون، غوني يعطي لا بال ا بيبي، يعطي الكرة للرضيع. اما لو قلنا غوني ادوني، ادوني يعني ان غوني اعطى في الماضي. غوني ادوني لا بال ا بيبي يعني ان غوني اعطى في الماضي الكره للرضيع. ثم عندنا
مينا أمي، لاحظ مرة أخرى لو فيغ ماتر مع أفواغ، مينا وضعت، مينا أمي، مينا وضعت بيبي سور لو لي، وضعت الرضيع فوق السرير، فوق السرير. مينا أمي بيبي سور لو لي، إذا مينا وضعت الرضيع سور لو لي فوق السرير. ثم عندنا بلو دو بال، بيبي دور. بلو دو بال، بلو لم تعد هناك، بلو دو بال لم تعد هناك كرة، بيبي دور الرضيع ينام، الرضيع ينام. بلو دو بال، إذا المقصود هنا il n'y a plus، il n'y a plus، لم يعد هناك، il n'y a plus de بال، لم تعد هناك كرة. طبعا اختصارا نقول بلي بلي دو بال، لم تعد هناك كرة. بيبي دوغ، طبعا عندنا هنا اش من فعل هذا؟ دوغ اش من فعل؟ طبعا سي لو فيرب دوغميغ، سي لو فيرب دوغميغ، هذا فعل نام. بيبي دوغ يعني ان الرضيع ينام الان. اما في الماضي طبعا لو فيرب دوغميغ تيجي من واحد، تجي من واحد الصيغة ديال لو بارتيسيباسي اللي هي دوغمي، دوغمي. إذا أقول بيبي أدوغمي، طبعا الرضيع هو الذي نام. إذا أردنا أن نصرف لو فيرب دوغميغ أو باسي كومبوزي، هنا عندنا طبعا بيبي دوغ يعني أن الرضيع ينام. إذا عندنا لو بريزون دي فيرب دوغميغ، عندنا الحاضر ديال فعل نام، ديال فعل نام. نو برونون لا بروميير ايماج، كاسكو سي، كاسكو سي، سي لو لافابو. اي لا دوزيام ايماج كو ريبريزونتيل، اي لا دوزيام ايماج كو ريبريزونتيل، بيان سور سي لو فيلو، سي لو فيلو. لا تخوازيام ايماج، لا تخوازيام ايماج سي لا تيت. لا كاتريام ايماج، لا كاتريام ايماج لا بات، لا بات سي لا بات، سي لا بات. اي لا ديرنيير ايماج، اي لا ديرنيير ايماج، والصوره الاخيره سي لا روب، سي لا روب. والى فقره قادمه حياكم الله، والى لقاء قادم باذن الله.